السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا دوم. حياكم الله بفيديو جديد وقصير من قناة خواطر فكرية. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نسلط الضوء على مجموعة من الأسئلة توجهت للشيخ علي الكوراني بخصوص أولا اليمن أو الدول التي ستنصر الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج، أيضا بخصوص حكم الإمام الحسين عليه السلام بعد الإمام المهدي عليه السلام وعجل الله تعالى له الفرج، أيضا وبخصوص إعادة بناء مسجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. كيف أجاب الشيخ الكوراني حفظه الله؟ إن شاء الله راح نستمع إلى تمام الكلام وبعدها نرجع بتعقيب مختصر جدا على نقطة مهمة، فخليكم على الفيديو. يسأل: من هي الدول العربية التي تكون مع المهدي والدول التي تكون ضده؟ وارد عندنا أن النواصب يكونون ضده، النجديين، الأمويين يكونون ضده، يكونون معه دول عربية، مصر تقيم حكومة موالية للمهدي وتأتي برايات خضر مصبغات تؤدي البيعة للمهدي سلام الله عليه. عندنا تركيا تؤدي البيعة للإمام، بأفريقيا في بلاد. فإذا البلاد العربية خيرها العراق، أول اليمن كلها معه من الأول قبل ظهوره، والعراق ومصر، هذه أحسن الدول العربية التي تقف مع الإمام سلام الله عليه. سؤال: هل أن الإمام المهدي سلام الله عليه يعيد بناء المساجد؟ نعم، كلها يعيد بناء الكعبة، المسجد النبوي، مشاهد الأئمة، مسجد الكوفة، كلها يعيد بناءها بالشكل الذي يهديه ربه عز وجل، ويبني مسجدا بين الكوفة وكربلاء له 1000 باب، مسجد الجمعة العالمي، لابد فيه مطارات. هذا هل صحيح أن الإمام المهدي سلام الله عليه سوف يحكم ويحكم الإمام الحسين ويرجع الأئمة؟ الإمام المهدي سلام الله عليه يحكم طويلا، يحكم 309 سنين بعدد سني أهل الكهف، ويبقى كهلا ويبني دولته ويصير انفتاح على الكواكب الأخرى، على الآخرة، رواح مجيء يكون عاديا، وعند وفاته يتوفى بالسم، ما منا إلا مسموم أو مقتول، يعني منافقين يبقون. فلما يتوفى سلام الله عليه، الإمام الحسين يأتي يغسله، يكفنه، يصلي عليه ويحكم من بعده. الشيء المتفق عليه عند علماء الشيعة أن الإمام الحسين يحكم من بعده. بعد الحسين من؟ ما يوجد عندنا رواية صحيحة، لكنه عندنا شيء قطعي أن دولة العدل تبقى إلى يوم القيامة، تستمر. وعندنا الشيء القطعي أن الأئمة يرجعون. الذي أقدره أن الانفتاح على الآخرة يكون عادي، أنا رأيت في 4 مرات تقريبا النبي وأمير المؤمنين يجون لمهمة يكملون ويرجعون عادي. بعد في أنا أتعقل أنه هؤلاء الهداة ومنهم 12 من أولاد المهدي، هؤلاء يحكمون بالوكالة عن أحد المعصومين، هو بالجنة ويطل عليهم ويديرون الأرض.
فإذا دولة العدل تستمر إلى يوم القيامة ويكون الرجع من ضمنها. حياكم الله من جديد اخواني اخواتي، مثل ما سمعنا الى هذه الاجابات على هذه الاسئله، التعقيب اللي حبيت انه اعقب به انه هذه الاجابات من الشيخ الكوراني، اتمنى انه يعني تكتب تعليقات تعقيبات على هذه الاجابات، حتى يكون الموضوع او يكون هذا الفيديو اكثر اثراء علمي واكثر يعني به فائده. يعني اليوم الشخص اللي يستمع لكلام الشيخ الكوراني راح يقرأ مجموعة من التعليقات، فأتمنى منكم أنه كتاب التعليقات، لكن بشرط واحد، بأنه التعليق حتى إذا كان أكو اختلاف مع الشيخ الكوراني يجب أن يكون بطريقة مؤدبة وبطريقة تنم عن الاحترام الذي تربيت بالبيئة التي انتميت إليها. أخواني أخواتي، أكرر، احترامك بكتابة تعليقك دليل على أنك شخص تبحث عن حق وليس انتصار شخصي.